رحمك الله، عاهدت ووفيت، قدت الجزائر لبر الأمان. رحمك الله، وإنا على فراقك لمحزونون. عظم الله أجرك يا وطني الحبيب، وعد أن لا تكون هناك قطرة دم، وبعون الله وفى بوعده. هكذا كانت أبرز تعليقات الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد تلقيهم خبر وفاة الفريق أحمد جايد صالح، خبر نزل كالصاعقة. وأنت تتصفح صفحات الجزائريين إلا وتجد صوراً للفريق أحمد جايد صالح مرفوقة بترحم وتعابير حزينة، فالكل عبر عنها تعبيراً. محبيه وحتى معارضيه كانوا اليوم كلهم في صف واحد. رحم الله الجيد المجاهد الذي رسى بسفينة الجزائر إلى بر الأمان وسلم روحه لبارئها، فرحمك الله برحمته الواسعة.